حركة رسائل إسلام السلام. وهذه الجائزة هي فخر اعتزاز ودعم لاستمرارنا في العمل نحو السلام والأمن. نحن نساء إسلام السلام لم نتوقف حتى التوصل إلى اتفاقية سياسية. حركة نساء إسلام السلام هي حركة إسرائيلية مدنية وتطوعية. أنشأت حركتنا سنة 2014 خلال الحرب بين غزة وإسرائيل. حينها قررت مجموعة نساء عدم البقاء مكتوفات الأيادي والعمل على تغيير لغة الكراهية والخوف إلى لغة حب وأمن بين الشعبين. الحركة مكونة من نساء عربيات ويهوديات متدينات وعلمانيات من شتى الأطياف الحزبية، وبالطبع هناك مجموعة لا بأس منها من الرجال. توحدوا بعزيمة وإصرار لجلب الأمن والسلام ومستقبل أفضل لأولادهم. أهداف حركتنا العمل على تحقيق حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حل يحفظ كرامة الطرفين ويحظى بالإنصاف والتوافق. هدف آخر دمج أكبر عدد من النساء بالمكاتب الحكومية التي تعالج السلام، وبالأخص طواقم المفاوضات السياسية ومنتديات السلام والأمن، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325. تقوم الحركة بنشاطات عديدة في الميدان وتترك بصمات مؤثرة على الساحة السياسية والجماهيرية العامة، ومن ضمنها تعاون بين النساء الإسرائيليات والفلسطينيات اللواتي يعملن في موازات حركتنا وفي دوائر تشهد اتساعا. فهذا يعزز احتمال التوصل إلى حال سلمي شامل، حيث أقمنا في شهر أكتوبر الأخير خيمة هاجر وسار بمنطقة البحر الأبيض، واشترك فيها مئات الآلاف من النساء الإسرائيليات والفلسطينيات. كما أننا نرقى بالحاجة إلى حل سلمي المتواجد دائما على رأس جدول الأعمال من خلال ممارسة الضغوط المباشرة الإعلامية منها والجماهيرية على صناع القرار السياسيين. مثال على ذلك أننا نتواجد يوميا أسبوعيا أيام الاثنين في الكنيسة الإسرائيلية. بالإضافة لذلك فنحن نقيم أنشطة ميدانية وإعلامية بغية توسيع وتعميق الفهم في موضوع الاتفاقية السياسية من أجل ضم المزيد من الرجال والنساء للحركة. مثال على ذلك نتواجد مرة بالشهر على مشتركات متعددة في جميع أنحاء البلاد. أما عن قصتي سبب انتسابي لنساء إسلام السلام، فأنا مؤمنة بالعمل النسائي الذي يتميز بحسن الحوار والتفكير الخلاق. أؤمن أن النساء تملك القدرة على التواصل. أؤمن أن النساء تؤمن بالقدرة على التوصل إلى إجابات واحتياجات مشمل فئات المجتمع. كما تعلمت من الحركة أنه بإمكاننا تحقيق الأحلام والقدرة لبناء ولتقدم مجتمعات مختلفة وازدهارها صوب الأمن والسلام. نساء إسلام السلام برهان على قدرة إبناء البشر العيش سوية حياة أمن وسلام. ميزة عملنا البحث عن المشترك بين الشعبين، وهذا سبب نجاحنا، وأخذ قاعدة حتمية لمعيشة الشعبين بأمن وحرية. لذا فإننا نرجو من أعضاء وعضوات الجمعية المساعدة والتعاون معنا حتى التوصل إلى اتفاقية سياسية بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. My father left this country over 100 years ago. He was born here in the mountains and he moved to Israel in 1911. In 1948, he came back here as the first Israeli ambassador of the new state of Israel to Bucharest. And for me to be speaking in the parliament of Romania on behalf of my 32,000 members of my movement, Women Wage Peace, is an unreal experience. Mr. President, I don't know if this is common, but I have to correct something you said. We do not promote any solution. The difference in our movement is
that we talk about bringing Israel and the Palestinians together to the negotiating table. We do not talk about the two-state solution or any other solution because we believe we're trying to do something else. As you said very accurately, we have women from the right, left, and center. We have women living on settlements in the West Bank who are for a peace agreement. We believe we can do it because we don't have any prerequisites before we sit down to the negotiating table. We are an Israeli movement. We have counterparts in Palestine, but we are an Israeli movement, and we address our prime minister, our government, and our Knesset, our parliament. We work there a lot in order for them to promote peace and for them to represent us in the negotiations. And from here, I address my prime minister, Mr. Netanyahu. Be brave, take us with you, and let's sit down back to the negotiating table and not get up until we reach some solution to end this conflict, which has been going on for much, much too long. Thank you.